حلقات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع أولى ساعات نهارنا يوميا بقول لكم يا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا، بكل أصدقائنا، بكل أنحاء ديرتنا الحبيبة، كل الأشخاص الإيجابيين وكل اللي بيبحثون عن هذه الإيجابية دائما مع بداية النهار من الساعة 12 للساعة 1 ظهرا. خليكم معايا، بنبدأ دائما بنشحنكم بطاقة إيجابية يوميا من خلال برنامج طاقات بلا حدود معايا أنا أمينة العبد الله. مثل ما تعودنا كل خميس بنخلي خميسنا فلة، وخميسنا كيف بيصير فلة، وخميسنا ونيسنا من خلال قصة أو حزاية أو حكاية بقولها لكم. أكيد من خلال هذه القصة رح نستنبط منها الكثير من المواعظ، الكثير من العبر، الكثير من الشغلات اللي رح نطبقها في حياتنا أو صارت لنا أحداث صارت لنا في حياتنا، وأكيد رح نناقشها مع بعض، رح ندردش فيها مع بعض، رح نشوف المواقف اللي صارت سواء كانت مواقف إيجابية أو سلبية شلون تعايشنا معاها وشلون تصرفنا وشلون خرجنا من بعض المواقف أو بعض المآزق. أكيد أرحب أيضا بكل مستمعينا، بكل الجيش الأموني أو عصابة الأمونية اللي دائما بيشحنونكم أيضا بطاقة إيجابية كل يوم بنفس هذا التوقيت من خلال صفحتنا بتويتر على @@ وتمين العبد الله A3M4E. أكيد رح أشكركم كلكم لأن من أول ما حطيت التغريدة ما شاء الله تبارك الله عين عليكم باردة وتسلمي مناكم كلكم بديت ترتوتون. لكن قبل ما نقول حزاية اليوم، قبل ما نقول قصة اليوم اللي هي قصة اليوم المرأة والأحداث، معايا مداخلة من سعادة الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة. مساك الله بالخير دكتور عبد الله، حياك الله معايا بطاقة النور والسرور وأهلا وسهلا، شكرا لكم على برنامج الجميل اللي الكل يسمع، بنات وأولاد وستات وشيوخ. عادة عجبت الستات وشيوخ هذول ما شاء الله، هذول أكيد الطاقة اللي إحنا بنستمدها منهم من خلال نصايحهم من خلال خبرتهم دكتور عبد الله في الحياة. شكرا لكم، شكرا لكم، أهلا وسهلا بكم. إحنا شفنا الشهر هذا شهر التخرج خلينا نقول عندكم في جامعة الأعمال باليو بي تي دكتور عبد الله، ما شاء الله تبارك الله الأسبوع اللي طاف والماضي كان في حفل تخرج لمجموعة من بنات اليو بي تي، وإن شاء الله اليوم راح أيضا يكون في عندنا خريجين اليو بي تي اللي هي جامعة الأعمال. طيب سؤالي لك دكتور عبد الله، كيف بيصبح خريجينا سواء من الشباب أو البنات من نوعية متميزة يكونون من خلال حصولهم على الشهادة الجامعية من الأعمال والتكنولوجيا، وكيف رح يستفيدون في إيجاد وظيفة تكون مناسبة لهم وأيضا مناسبة لسوق العمل، يكونون فعلا سوق العمل محتاجينهم؟ أولا شكرا لكم أنكم تتابعوا المؤسسات التعليمية، الجامعات، كليات، طالبات، طلاب، وهذه اهتمام كبير جدا، ألف شكر لكم وحرصكم على الخريجين أين سيذهبوا بعد الجامعة بعد الدراسة الجامعية، هي سؤال كبير كان مطروح سنوات طويلة على الجامعات صحيح. الحكومية ولم يجد إلى حلول شافية. الجامعات الأهلية والكليات الأهلية برزت في العشر السنوات الأخيرة بمفهوم جديد بفكر جديد وهو التعليم من أجل العمل، منها كانت جامعة الأعمال والتكنولوجيا أول جامعة خاصة في المملكة متخصصة في إدارة الأعمال للأولاد للطالبات والطلاب، هدفها الرئيسي تعليم من أجل العمل وليس تعليم فقط من أجل التعليم، وبالتالي بنيت جميع البرامج الآن تكون من ضمنها دراسة وتدريب. لا يمكن أن يتخرج أي طالب وطالبة حتى يحصلوا على 9 ساعات تدريب في أحد الشركات والمؤسسات قبل تخرجهم، وهو شرط أساسي للتخرج وهي مواد مكملة لمواد التخرج. وبالتالي 90% من الطالبات والطلاب يحصلنا على وظائف قبل تخرجهم، قبل حصولهم على الشهادات الجامعية من الشركات اللي تدربوا فيه. هذا هو الفكر الجديد اللي احنا طلعنا به. أولا جميع البرامج تتناسب احتياجات سوق العمل، لم تبنى من فراغ ولكن بناء على دراسات وأبحاث عملت، بالتالي جميع برامجنا هي احتياجات لسوق العمل. نحن في خلال فترة السنوات الأربع السنوات أو الخمس سنوات لكل طالب وطالبة عدنا إعداد جيد لأن أصبح قادر على تحمل مسؤوليات الوظيفة في القطاع الخاص. الأسبوع الماضي احتفلنا قبل 10 أيام احتفلنا بتخريج حوالي 450 طالبة في برنامج الماجستير وبرنامج البكالوريوس، وجميعهم معظمهم حصلوا على وظائف
قبل تخرجهم، وإحنا ليس لدينا أي مشكلة، ونقول لكل طالبة تخرجت من عندنا لم تجد وظيفة أهل وسهلا بها، إحنا فاتحين لها أبوابنا ومستعدين أن نبحث لها عن وظيفة، ولا يمكن أن نقبل أنها تبقى في البيت تبقى بدون عمل، ونحن على أتم الاستعداد إما تحت فرصة لها لأن تعمل لحسابها الخاص من خلال برنامج الدعم الانتربرنورز، أو بحث عن وظيفة في أحد الشركات والمؤسسات، أو تحت لها الفرصة لأن تكمل تعليمها. لا يوجد لدينا نهاية في التعليم، ولا يوجد لدينا طالبات جالسات في بيوتهن بدون عمل. نحن هدفنا الرئيسي العمل، التعليم غير العمل. حلو، يعني الخريجة والخريجة عندكم دكتور عبد الله بيكون يدرس وهو مرتاح نفسيا، يعني أكيد إن في وظيفة تنتظر. معظم اللي يدخل الجامعة حاطين في اعتبار أنهم سيجدوا وظيفة في نهاية تخرجه، في نهاية المدة الدراسية. هذا المساء وأنت تتصل بنا وكأنكم تشتموا رائحة التخرج، في هذا المساء بعد صلاة العشاء حنحتفل بتخريج تقريبا حوالي 500 طالب وطالبة من كلية الهندسة وكلية إدارة أعمال وكلية الدراسات العليا من برنامج الدراسات العليا MBA، ومعظم الخريجين حصلوا على وظائف أو موعدين بوظائف، ونحن أيضا خلفهم ومعهم ومن وراءهم، ولا يمكن أن نترك خريجنا بدون وظيفة. حتى الذين تخرجوا وعملوا نحن معهم وهم على رأس العمل. أنشأنا مركز جديد اسمه مركز التعليم المستمر، وظيفته لأن يقدم دورات تدريبية متخصصة، يقدم professional certificate كلا في تخصصه، تضيف إضافة جديدة له. فبالتالي من خلال برنامج الألوموناي الخريجين استطعنا أن نتواصل بمعظم خريجينا، قدمنا لهم هذه الخدمة الجديدة، نطورهم في عملهم باستمرار، وهذا يضمن لهم الاستمرارية ويضمن لهم التطور كثير. لدينا في القطاع الخاص أكثر من 3000 موظف طالب وطالبة تخرجوا من عندنا وهم شغالين في وظائف تنفيذية، بعض منهم وصلوا إلى مدراء فروع البنوك، وبعض منهم مدراء شركات. نحن فخورين بهم كسيدات أعمال أو كرجال أعمال. نعم، أنا كنت بسألك سؤال، أنتم يعني هل بيتم في متابعة في تطوير الخريجين والخريجات في سوق العمل، ولا أنتم بس بتكتفون بتخرجهم باستمرار؟ إن شاء الله أنتم مدعوين لحضور حفل إن شاء الله، وأنتم مدعوين لحفل سيقام لخريجي الجامعة بعد العيد إن شاء الله، فقط لمتابعتهم كيفية وضعهم في الأعمال، ما هي احتياجاتهم من الجامعة لتطوير أعمالهم ومستقبلهم الوطني. نعم، شكرا لك دكتور عبد الله، ونتمنى لك أكيد التوفيق، ونتمنى لكل الخريجات وخريجين جامعة المستمعين المستمرين لكم. شكرا، برافو عليكم، أرجوكم لا تنسى المؤسسة التعليمية، مدارس وجامعات وكليات. هو هذا اللي بنحرص أيضا من خلال طاقات بلا حدود أن نسلط الضوء على خريجاتنا وخريجينا ومشاكلهم، وأيضا مش بس مشاكلهم في سوق العمل، لا أيضا كيف هم طوروا من أنفسهم، بالذات الأشخاص اللي بيأسسون أعمالهم الخاصة كيف قدروا ينجحون في العمل الحر. شكرا لك دكتور. يا هلا كان معي مستمعي الكرام الدكتور عبد الله دحلة، رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا. يعني إن شاء الله، أنا أتوقع أن كنت بقول لكم الحزاية بس يمكن الوقت بدأ يداهمني، الوقت بدأ يداهمني ولا شلون يا فدوى، فخليني طيب عشان الثلاث دقائق. فدوى تقول طيب الثلاث دقائق هذه أنا ما رح أبدأ فيها القصة، رح أبدأ القصة حقتي اللي هي قصة المرأة والأحدب عقب الفاصل، لكن خلينا استغل الدقيقتين اللي باقية عندي بإني أشكر كل اللي بدأوا يرتوتون لطاقات بلا حدود. حزاية ترى جدا جميلة وجدا رائعة القصة، يعني لازم تحرصوا أنكم تستمعوا فيها معايا. شكرا لألم جنوبي أو الجنوبي المصعبي، سيف علاء، سيف الدين، محمد سلطان بن محمد، أحمد حسان بخاري، فيلسوف، بدر البدور، الله عليكم ويا العصابة الأمونية، علي سلطان، وإيه ولد الصباخ ابن بلاد زميننا أو صديقنا اللي بينضم لنا يوميا من السلطنة، عاش ولد السلطنة. أيضا أمون السقري وحسوس، حصة في ديتك، جنيد بوزير، أمولة زمان، وتوتة، هلا والله يا توتة، سعيد أني شفت تغريد أنك برتراتوتي معانا. وأيضا إبراهيم أبو صفوة، وعدنان مرغلاني، وأيضا أول شخص تتوقعون رتوت معانا منو؟ وأول شخص رتوت معانا لليوم زهير قربان. يلا كفو يا زهير،
طيب الحين أمل العيسى، يا هلا والله مساءك أجمل إن شاء الله سارونا، هلا فيك يا سارونا، إن شاء الله دائما طاقات بلا حدود يلبي لكم كل اللي تتمنونه. أيضا ممكن أكون عندكم عضو في الجيش؟ طبعا أكيد أنت راح تكون إن شاء الله قائد الجيش الأموني بالسلطنة. محمد القرني الأكيد الإذاعة منورة فيكم أخوي محمد، شكرا لك على الكلام اللي حلتك كاتبة. طيب هيا بتقول مهما بدوت سلبيا وطالت تكشيرتك في وجه الحياة، فإن الالتفاف حول شخص أو مجموعة أشخاص على تجديد طاقتك الإيجابية الخامدة. حاول حاول أكيد. سلطان بن محمد يقول خلك إيجابي. راح أطلع فاصل، لكن قبل الفاصل راح أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركوا معايا عبر الاسمس STC على 84770، موبايلي 64660660، زين 746262. بالنسبة للخط هاتفنا راح يكون على 012-61-61-100، وأيضا إبراهيم أبو صفوة هو أول واحد رسول موزير قربان. إبراهيم أبو صفوة كفو والله، عفوا أخوي إبراهيم، أنت أول واحد والله رتوت الطاقات بلا حدود، مشكور. وأيضا على خط هاتفنا 012-61-61-100، وإذا لا تنسوا أنكم تتشاركون معايا على تويتر على @ألفألفأم وأتمين العبد الله A3M4E. ريان عزوز شكرا لك جنيد با وزير يقول أنا سادس واحد رتوت والله صار في تنافس. إيه طبعا في تنافس أخوي، في تنافس. يلا رح نطلع واصل أذان صلاة الظهر ولنعود أخرى إن شاء الله مع طاقات بلا حدود، وقصة اليوم قصة المرأة والأحزاب. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. مساكم الله بالخير وعساكم على القوة. رحب بكل اللي كانوا معاي من بداية الحلقة من أول ما بديت، وهم بعد كل قاعدين ينضمونا دقيقة عن دقيقة، نقول يا هلا يا مرحبا فيكم. أكيد أيضا رحب بكل اللي بينضمونا عبر تويتر واللي بينضمون لطاقات بلا حدود، وزي ما بقول كل يوم اللي أيضا بينشرون هذه الطاقة الإيجابية من خلال صفحتنا بتويتر على @ألفألفأم وأتمين العبد الله. موسر بلوشي شكرا لك سعدية نذير، وأيضا فايزة الكثير ظهرت أوف مكة الألم جنوبي أو المصعبي الاسم لما تدخل أسماء مع بعض تصير مشربكة، صراحة ما أقدر أقولها. يلا هامورة ولا سمكة آخر واحدة كاتبة. الله عليكم على تغريداتكم أم عبد العزيز، ما ينفع أقرأ وبقول القصة الحين وأقرأ تغريداتكم، ضحكوني أم عبد العزيز. أيضا شكرا لك يا عزيز، تعدى مرغلاني طافت طافت عليك مبول واحد. طيب موادع زمانة، يلا موادع زمانة، خلونا نبدأ حزايتنا وحكايتنا لليوم عشان الوقت بدأ يداهمنا. المرأة اليوم حزايتنا باسم المرأة والأحدب. يقول لكم كان يا مكان في إن كان في يحكى إن كان في امرأة دائما المرأة هذه كانت بتسوي خبز لأسرتها كل يوم، وكانت كل يوم وهي بتسوي الرغيف أو رغيف الخبز بتسوي بجنبه رغيف ثاني، يعني خبز ثاني واحد بس، كانت بتسوي رغيف ثاني لأي عابر سبيل بيكون جوعان بمر جوعان. وكانت لما تسوي الرغيف الثاني الإكسرا أو الزيادة كانت بتحط الرغيف الإضافي على الشباك حق النافذة علشان أي عابر سبيل يمر ويشوف هذه قطع الخبزة بياخذها معاه. لكن الصدفة العجيبة أنه كان كل يوم نفس الشخص بيمر، رجل فقير أحدب بيمر وبياخذ هذه قطعة الخبزة أو الرغيف، ولكن الفقير اللي بيمر هذا يوميا بياخذ قطعة الرغيف. يعني احنا متعودين الواحد لما ياخذ بيشكر أهل البيت بيشكر أهل الدار بيمتن لهم وبيدعي لهم، لكن الفقير الأحدب هذا كان بدل ما يظهر امتنانه وشكره لأهل البيت وللمرة اللي بتسوي له الرغيف الإضافي بتحطه على الشباك، لا كان بيتمتم، كان دائما بيقعد يتمتم أو مثل ما بنقول يتحلطم، بيتحلطم وشنو يقول؟ يقول الشر اللي تقدمه يبقى معك والخير اللي تقدمه يعود لك. الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير اللي تقدمه يعود إليك، ديروا بالكم. فكان كل يوم هذا الأحداب بيمر وبياخذ رغيف الخبز ويقعد يتحلطم مع عمره بنفس الكلمات، الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير
الذي تقدمه يعود إليك. المرأة طبعا شيء طبيعي شيء بديهي، بدأت تشعر يعني بالتضجر، بدأت تضايق، بدأت تنزعج من هذا الفقير الأحدب، كل يوم بيجي نفس الحكاية، بدل ما يشكرني، بدل ما يظهر امتنانه أو عرفانه أو بالجميل بالمعروف اللي أنا بسوي له، يقوم يتحطم مع عمره ويقول نفس الكلمات ويردد هالجملة الغامضة العجيبة الغريبة، ويروح يا ترى شنو مقصده، يا ترى شنو يقصد بهالكلمة. ومع كثر ما يمر كل يوم كل يوم طبعا اتضايقت المرأة، اتضايقت الحرمة. فإيش صار؟ تعرفون البني آدم في النهاية ضعيف، البني آدم ضعيف، قام لعب عليها الشيطان وأضمرت بينها وبين نفسها أمر، وقررت شنو؟ قررت إنها تتخلص من هذا الفقير الأحدب. شو تتوقعون سوت؟ اللي سوته قامت فعلا صنعت رغيف خبز إضافي، سوت له خبز إضافي اللي بتحطه له دائما على الشباك، لكن المرة هذه راحت حطت جوة الرغيف اللي سوته، حطت له سم، قالت أتخلص منه مرة واحدة. وبالفعل كانت على وشك أنها تحطه له في الشباك عشان يمر وياخذه وتفتك منه، لكن لما جت تحطه سبحان الله بذرة الخير اللي في الإنسان، وأنا دائما بتحط بذرة الخير هذه على الشباك، صارت ترتجف يدها وما قدرت تسويها. رجعت عن حكيها أو عن نفسها وقالت لنفسها وهي بتحط الرغيف، قامت راحت قطتها في النار عشان يحترق، قالت لا لا ولا يمكنني أسوي كذا، راحت سوت رغيف ثاني، خبز ثاني، وطلعتها وراحت حطتها كالعادة على الشباك. كالعادة جاء الأحدب وأخذ الرغيف وقام يتحلطم مع نفسه، يتمتم مع نفسه ويقول نفس الجملة العجيبة الغريبة اللي بيقولها، الشر اللي ما اللي تقدمه يبقى معك والخير اللي تقدمه يعود لك، وراح في حال سبيله، وهو ما يدري الصراع المستمر في عقل المرأة، الصراع اللي قاعدة تعاني واللي قاعدة تصارع مع الشيطان إنها تفتك منه. كل يوم كانت المرأة تصنع فيه الرغيف، في نقطة ديروا بالكم عليها، كل يوم المرأة كانت تصنع الرغيف كانت بتدعي لولدها اللي غايب عنها فترة طويلة، واللي كان بيبحث عن مستقبله لشهور عديدة، واللي ما وصلت لها، اختفى، انقطع، ما تصلها أي أنباء عنه، وكانت دائما بتدعي له إنه يعود لها سالم غانم، وكانت بتحط الرغيف هذا وبتدعو في نفس الوقت لولدها. عشان كده في ذاك اليوم اللي تخلصت فيه من رغيف الخبز المسموم، على فكرة في ذاك اليوم اللي حطت لرغيف الخبز المسموم دق باب البيت مساء، تخيلوا في نفس اليوم اللي حطت فيه الرغيف المسموم باب بيتها دق عليها في المساء، فتحت الباب واندهشت من المنظر اللي شافته، بالفعل لقت ولدها اللي غايب عنها فترة طويلة واقف على الباب، واقف على بابكم والهان ومسير. شو الحوار اللي دار بينه وبين أمه؟ هذا اللي رح نعرفه، لكن عقب الفاصل رح أطلع فاصل، لكن رح أرد لكم وأقول لكم الحوار اللي دار بينه وبين أمه وبين الفقير الأحدب ورغيف الخبز اللي كان مسموم. فاصل رح نرجع نواصل، فأبقوا مع طاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. يا ترى شنو الحوار اللي دار ما بين السيدة اللي كانت يومياً بتحط رغيف إضافي من الخبز اللي بتصنعه يومياً وبتقعد تدعي لولدها، وما بين الرجل الفقير الأحدب وابنها اللي فجأة عادلها بعد طول غياب والرغيف المسموم؟ طبعاً لما فكت هي الباب بنفس اليوم اللي حطت فيه الرغيف المسموم، اللي ما حطتها هي صنعت رغيف مسموم عشان تتخلص من الأحدب، أزعجها من كثر ما يتدمر، من كثر ما يتحلطم ويقول مع نفسه الجملة اللي دائما بيقولها، الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. طبعا هي راودها الشيطان، لكن بذرة الخير اللي فيها رجعت وخلتها تكنسل هذا الرغيف
وتحط بداله رغيف ثاني مثل ما كانت تحط يوميا، تعودت يعني من ابليس اختنا. بنفس اليوم طبعا اللي كنسلت فكره انها تتخلص من الفقير الاحدب، فجأة طق الباب عليها بالمساء، ولما فكت الباب اندهشت انها لقت ابنها واقف على الباب. ابنها كان شاحب، كان متعب، كانت ملابسه شبه ممزقة، وفوق كذا كان جدا جائع وكان مرهق. وبمجرد انه شاف امه قال لها والله معجزة وجودي هنا اليوم. على مسافة أميال من هنا كنت أنا مرة يا أمي مجهد وتعبان وأشعر بالإعياء لدرجة الانهيار في الطريق، ولدرجة أني كنت يا أمي راح أموت لولا، كنت راح أموت يقول لولا مرور رجل أحدب بي لما شافني. يقول رجوته أنه يعطيني أي طعام، كان على وشك أنه يموت، لكن مر في رجل فقير أحدب رجاه هذا الابن انه يعطيه اي شيء، اي شيء من طعامه علشان يقدر انه ياكله. ويقول وهو يعني يسترد اللي يقول القصه الامه، قال كان الرجل طيب بالقدر اللي اعطاني فيه رغيف خبز كامل، رغيف خبز كامل علشان اكله. وقال واثناء ما كان يعطيني هذا الرغيف قال لي ان هذا هو طعامه كل يوم، كل يوم طعامه الرغيف المدور هذا كل يوم اللي كان بياخذه. قال لكن اليوم انا راح اعطيك اياه لانك انت لان حاجتك اكبر من حاجتي للرغيف. يعني الفقير الاحدب رجع تبرع بطبعا الخبز، رغيف الخبز لهذا الابن. بمجرد ما الأم أنها سمعت هذا الكلام شحب وجهها، زاغ قلبها زي ما يقولون، طلعت عيونها، طبعا الظهر الرعب على وجهها، واتكأت على الباب وتذكرت، تخيل سبحانك يا رب، تذكرت الرغيف المسموم اللي سوته في الصباح علشان تفتك من الفقير الأحدب. ولولا الله، لولا أنها ما تخلصت منه في النار لكان ولدها هو اللي أكل هذا الرغيف، ولكان فقد حياته بعد ما كانت تنتظره سنين وسنين. لحظتها بالفعل أدركت الأم معنى كلام الرجل الفقير الأحدب اللي كان يقول الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. هذه كانت حزايتنا لليوم، لو إن طاوعة إبليس كان ولدها هو اللي كان طبعا أكل الرغيف المسموم، لكن بما أنها خزت الشيطان تعودت منه وصنعت خبز أو رغيف ثاني، شفت الرغيف اللي سوته واللي حطته على الشباك واللي أخذ الفقير الأحدب وعطاه ولدها، عشان كذا ارتدت فيه الرحم مرة ثانية. افعل الخير ولا تتوقفون أبدا أنكم تفعلونه، ولو لم يتم تقديره وقتها، حتى لو ما قدروا لكم الخير اللي صنعتوه وقتها، لأن تأكدوا وكونوا تماما أنكم موقنين أن في يوم من الأيام رح يتم مجازاتكم عن أفعالكم وعن تصرفاتكم الجيدة اللي قمتوا فيها. تدور الدوائر، تدور الدوائر، وما حد يدري شو اللي قاعد يصير. ومثل ما قال الشاعر، ومثل ما قالت هاي على تويتر، ومن يصنع المعروف لا يعدم جوائزه، لا يذهب المعروف بين الله والناس. الله عليك يا جنيد. جنيد بوزير يقول ازرع جميلا ولو في غير موضعه، ما ضاع معروف اينما زرع. صح بوحك. رح ابدا اخذ تغريداتكم، رح ابدا اخذ اتصالاتكم الهاتفيه على 012-61-61-100. اكيد كلنا في يوم من الايام سوينا معروف، سوينا معروف قطينا بحر، سوينا معروف ورسلنا لسابع سماء عند رب العالمين، سوينا معروف يمكن ما تقدر في لحظتها او في وقتها لكن تقدر مع مرور الزمن. ارجعوا لنا ناس عملنا فيهم معروف وما جاء يعني ما جازهم المعروف، لكن يمكن ردونا بعدين وقالوا لنا شكرا. اعطوني تجاربكم وقصصكم بحكاية المعروف، أنا سويت معروف فلان لكن الحمد لله جاب يعني أثمر، وأنا سويت معروف فلان وعلان لكن ما أثمر. هذا اللي أبي أسمع منكم اليوم على 012-61-61-100.
0112-61-61-100 أو عبر الاسمس stc على 84770 موبايلي 640660 زين 746262 تويتر على @@FM وأتمين العبدالله A3M4E أسماء وأحمد ونسر وأيضا هامور ولا سمكة سامجة. شو الاسم يا هامور لله؟ شو الاسم العجيب هذا؟ حقيقي اسم عجيب. يلا راح أخذ أكيد مشاركاتكم بعد بدأت فدوة أخذ اتصالاتكم، لكن أكيد هم بعد أبي مشاركاتكم على تويتر. عطوني قصصكم، هل سويتوا معروف وقطيتوه بحر؟ هل سويتوا معروف وما تجزيتوا عليه؟ يعني ما ردوا لكم إياه بالصورة اللي أنتوا كنتوا تأملونها. هامورة هامورة مو هامور هامورة تقول افعلوا الخير حتى لو ما شفتوا من الناس خير. الله عليكي الله عليك، أنتي مو هامورة، أنتي حوتة. سارونا بتقول قصة رائعة، شكرا لك يا سارونا، تقول قدم الخير واعطي الناس، قد يكون لك يوم حاجة بالناس يكون مردود لك. روعة يا سارونا، فعلا ممكن الخير يرتدلنا مع الوقت، ممكن الخير اللي أنا سويته في شخص مع الوقت أنا أحتاجه ويرجع لي. الله عليك يا سارونا. اتحادي 88 يا هلا فيك. سيزو سيزو يعني خلاصة الكلام، من حفرة حفرة لأخيه وقع فيها، بس ما سواها ما وقع فيها يعني على الحفرة. لا احنا شوف المعروف ارتد، أخوي المعروف ارتد، اصنع المعروف في أهلي وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. يلا شكرا لك، كانها هذه همورة، شكرا لك يا همورة، كانها لغة. يلا ناخذ أبو رؤى. أبو رؤى أهلا فيك. أي هلا فيك يا أبو رؤى، من وين؟ أكون من صناعة المعروف. في صار علي موقف في حياتي. ها عطنا. فيوم صارت مناسبة الزواج لشخص عزيز على قلبي، إيه؟ وأصر لأن أحضر الزواج هذا، فما كان عندي يعني إمكانية أني أحضر الليل هذا الزواج، يعني من ناحية الموسيقى من ناحية التجهيز كامل. فقبل قبل زواجي يعني قبل العشاء اتصل عليه يقول لي لو ما جيت أنا بترك القاعة وبخرج. أنا عشنا سوا. فقلت له خلاص أنا بحاول إني أطلع لك. أنا طبعاً ظروفي جداً صعبة كانت في اللحظة هذه. فيوم خرجت لقيت امرأة شارع حجية مغربية قاعدة تدمع. فوقفت عندها فسألتها يا حاجة إيش بك يعني تدمعين؟ قالت أنا من الظهر أدور على المكان سكني ماني لاقيه. فقمت أفتش معها أقول لها شوفي لقيت، طلعين تعرف كبيرة في السن يكون يعني طيب ما عارفة وين حطت الكرت. طيب في يوم لقيت الكرت ورثت العنوان رحت الحجة هذه وصلتها لين الفندق، تركت يعني زميلي ونسيت انه فعلا عندي زميل لان لقيت الموقف هذا اصعب. صحيح. فجلست تدعي لي وزي كذا، مباشرة خرجت الا وشخص يتصل علي يقول لي يا ابراهيم في شغلة تمت لك اوكي ولك فيها مبلغ تقريبا 10,000 ريال. الله عندي الجدول. شفت رب العالمين كيف اكرمك؟ فهناك سبحان الله أسباب يعني صحيح. الله عليك، كل شيء موجود بين السماء والأرض، أنت يوم تعمل شيء راح تنزل لك على طول إن شاء الله. مش لازم نفس اليوم، يمكن بكرة يمكن بعد شهر. صحيح. فهناك أسباب لازم أنك أنت تسوي. الله عليك يا أبو رؤى، وشعلا فعلا هذا من نبل أخلاقك وأخلاق المسلمين، يعني شكرا ليك، يعني فعلا قصة كثير حلوة. سبحان الله شفت ربي كيف كافأك على طول يعني. لا الحمد لله صح كل شيء، إني لو لقي شخص أمامه عاجز طفل شخص مقطوع انه ما يروح من عنده يعني يساعد بقدر المستطاع والخير راح يجيه، يعني مش لازم يجي فقط راح يجيه يوم من الايام يعني. صحيح. شكرا لك يا ابو رؤى. اجر اللي بيلقى. صحيح. عفوا عفوا. شكرا لك اخوي الكريم. ولد السلطنة يقول الخير مثل الشمس والشر مثل الريح. اكيد طبعا. يلا خلينا نرجع حق اتصالاتنا. حامد اخوي حامد. السلام عليكم. يا هلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخوي حامد. أمينة. الحمد لله تمام، من وين يا حامد؟ من جدة. من جدة أهل الرخاء والشدة بعد، يا هلا فيك يا حامد. الله يحييك. أختي مين، أنت قلتي كلمة مرة مهمة وأنت بتحكي الحكاية اللي هو الصراع مع الشيطان. بالضبط. الصراع مع الشيطان معروف عند البشرية كلهم أن الشيطان من أضعف المخلوقات. صحيح. لكن صراعنا معاه بيقوي علينا عن طريق انغماسنا في الذنوب. كل ما انغمسنا في الذنوب أكثر كل ما كان الضعيف أقوى، الضعيف هذا الشيطان صار أقوى علينا. بالضبط. فكل ما تعلقنا برب العالمين إحنا نكون أقوياء عليه، فهو الشيء اللي أنا كنت بقوله. شكرا لك أخوي الكريم، شكرا لك يا حامد، شكرا لك على رأيك.
فايزة الكثيري شكرا لك يا حبيبتي. تسلمين. أمون الصقري ازرع الخير بالناس وتذكر فكما تدين تدان. صح بوحك يا أمون, صح بوحك السمية. ناخذ اتصال ثاني نقول ألو محمد. صح لا مو بمحمد نقول ألو. ألو يا هلا أخوي حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمك. أحمد الحربي. أحمد الحربي من وين أخوي أحمد؟ من المدينة. من أرض طيبة طيبة من المدينة المنورة. حيا الله أهل المدينة. تفضل يا أحمد. يا مرحبا. أهل تفضل. حبيت أشارك في الموضوع. يلا عطنا مشاركتك. أنه مرة سويت معروف كذا يعني ورجع المعروف يعني أحلى من الموقف. هذا أحلى من الموقف زي أبو رؤى يعني. يمكن أحلى شوي. طب عطنا قصتك يلا. شاركنا. لأن الموقف جاء في يوم يعني جاء الموقف في يوم زواج يعني رد المعروف في يوم زواج كذا. فجاء في محلة يعني. طيب من خوي يعني العزيز على قلبي سلطان. طيب يلا ما تبي إذا ما تبي تقول موقف مو مشكلة. الموقف اللي صار. شكرا لك يا أحمد وسعيدين جدا أنكم بتشاركونا باتصالاتكم. سليم المحروقي صانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد متكئا. الله عليك يا سليم إبداع. ما بقول لكم على تويتر الشباب والصبايا بيبدعون. في معنا مشاركة بعد. طيب بيبدعون. خليني أخذ أمون زهير قربان. إذا قابلنا الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي الإساءة. الله الله موادع زمانة يلا قام يبدع معنا. موادع زمانة يقول صانع المعروف تقي ومصارع السوء والصدقة خفيا تطفئ غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العمر وكل معروف صدفة حديث صحيح. يلا شكرا لك أخوي حسوس حصة. يلا حبيبتي نبيها أيضا مشاركتك. رح نطلع فاصل سريع لكن أكيد عد بالفاصل رح آخذ مشاركاتكم مرة ثانية عبر تويتر على @ألفألفأم وأتمين العبدالله A3M4E وأيضا قصة المرأة والأحدب شلون المعروف ممكن يرجع لنا في أي وقت من الأوقات على 0-1-2-61-61-100 0-1-2-61-61-100 رح استقبل طبعا أكيد اتصالاتكم على هذا الرقم ورح نطلع فاصل. فأبقوا على أثير موجتنا موجتكم السعودية ألفألفأم. فاصل ونواصل. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. يسعد لي مساء الإيجابيين مرة ثانية اللي على تويتر على @ألفألفأم وأتمين العبد الله A3M4E واللي ما زالوا بيرتوتون لبرنامجهم الإيجابي برنامج طاقات بلا حدود. اتحادي 88 ومحمد المعارفي وأيضا أسماء وأحمد ونسر. يلا يسعد لي مساكم. ونبي الزود نبي الزود أرجوان يسعد مساكي يا أرجوان. أرزوان حلو أرزوان. محمد المعارفي بيقول أنا تعبت وأنا أسوي الجمايل في شخص وفي النهاية نكر جميع اللي كنت أسويه علشانه وبعدها تقرب مني شخص أكرهه عوضني بكل اللي فقدت. الله شفت هذا يعني ما راح الجمايل ترى ما راحت الجمايل يا محمد اللي سويتها. بالعكس ربي كافأك بشخص كنت تكرهه ويمكن هو كان يكرهك لكن الظروف يمكن جمعتكم في موقف وتحول هذا الكره إلى محبة. يعني شوف تخيل شخص كان قلبه أسود عليك أو كان ما يحبك وشفت شلون صار بالعكس قلبه أبيض عليك ويحبك. هذه نعمة محبة الناس صدقني هذه أكبر نعمة من رب العالمين. يعني بدل ما شخص يدعي عليك يصير يدعي لك. يلا خلينا نرجع حق الاتصالات على 0-1-2-61-61-100 0-1-2-61-61-100 ناخذ بدورة القائدة. هلا والله. يا سهلا. يا والله يا هلا ويا مرحبا بهالصوت بهالزين كله. الله يسعدك يا رب. كيفك انت؟ تمام الحمد لله. انت شلونك؟ نوره طبعا يا قلبي الحمد لله تمام. وخميسك فلا اكيد. وخميسك وكل جيت لاموني كمان بعد شبي. ها قد سويتي معروف قريتي سمعت القصه؟ والله شوفي امون طبعا هو الخير الخير بس شوفي انا كانت واحده عندي واحده من صحباتي نشوف حكايه القصه يعني مصلحيه زي ما تبي كذا فلما واجهت مشكلة مرة صعبة جات عندي بس يعني تبيني أساعدها في أشياء كذا فأنا استويت قدمت لها معرفة ساعدتها والله يعني ما تدري إيش قلت بسوي كنت نفسي أجيبها في بحر زي ما سويت بي
بس ساعدتها الحمد. ساعدتي؟ ما عرفت ساعدتها. اي خلاص. وجبت معاها مرة وجبت معاها لحد ما حتى لو جاكي شخص مثلا حتى لو جاكي شخص ما تحبينه لكن طلب منك معروف حتساعدينه؟ أكيد بساعده ليش لا؟ يعني الخير الخير. الخير الخير الله عليك يا بدورة وخميسك فلة إن شاء الله خميسك ونيس. وخميسك أنت كمان فلة أحلى أسوأ نهار. بعد قلبي شكرا إيه. لك يا حبيبتي. خلينا نشوف عماد. عماد. ألو السلام عليكم. يا هلا أخوي عماد حياك الله. أهلا حياك الله. من وين يا عماد؟ إن شاء الله. من جدة إن شاء الله. من جدة عد جدة أهل الرخاء والشدة ما يحتاج. إيه جدة غير. العافية. يعافيك إن شاء الله. بتسوي الخير وبتقطع بحر؟ أكيد هذا أول شيء. ديننا أصلاً علمنا على كذا. حلو ديننا علمنا على كذا. صار لك موقف يا عماد تندمت أنك سويت خير؟ موقف قبل يمكن 3 سنوات في تقديم وظيفي. حلو. ساعدت واحد أعطيته الفورم حق التسجيل. طيب بعد كذا هو ساعدني واحد من أقرباء في مستشفى وكذا وخلص لي أشياء على طول في أقل من ساعة. حلو وساعدك يعني زي اللي كان رد الجميل ولا رد الجميل بالجميل. رد الجميل بالجميل ويا محلى رد الجميل بجميل مثله او جميل احسن منه بعد اكيد احنا راح نكرمه لما نجرب الخير ان شاء الله اكيد وكل اللي يسمع ان شاء الله. شكرا لك اخوي عماد. يا هلا فيك. خليني اخذ الاس ام اس ما شاء الله من معالي المعروف كما ترخص له ياتيك بالخير وانت لا تعلم. بدر الخليج حي الله اخوي بدر الخليج. قصة جميلة وحكمة أجمل وفعلا بالنهاية تنتصر النوايا لأصحابها لها وعليها. نواياي انتصرت لي بعد حرب نفسية طاحنة ما زادتني إلا حكمة رغم للأسف ما تكملت. أنا مرة متحمسة أخوي أو أختي اللي دزيت المسج أنا مرة متحمسة النوايا انتصرت لأصحابها وعليها عقب شنو ردوا لي أبي إلا أعرف عقب شنو. الفضول مرة ما كني. ناخذ ماهر. ماهر ماهر يا ماهر ماكو ماهر. سميحة سميحة. طيب 012-61-61-100 012-61-61-100 اللي حابين يتصلون علينا ويشاركونا بقصة اليوم اللي قلتها لكم المرأة هو الأحسب. أحمد فطاني. أحمد فطاني شكرا لك أخوي أحمد فطاني موادع زمانة اتحادي أي تي إيه. الله يسعدكم ويسعدك. أنا أسوي معروف الوجه الله ما أنتظر من هذا الشخص أنه يرد لي. لابد أن الناس ما عندها شيء وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. والله أنك قائلة هموها مورة حوتة حوتة قائلة. أمون السقري لا يا حبيبة قلب عيل ما سمعت عدل. إبراهيم الخطيب يقول استفدت من القصة. خلينا نشوف إبراهيم الخطيب شنو استفاد. يقول لكل أمر محمود مقدمة ومقدمة كل المحمودات الحياء ولكل أمر مذموم مقدمة ومقدمة كل المذمومات البخل. الله عليك فنان فنان يا إبراهيم. الله عليكم الله عليكم صراحة على تويتر دائما يبدعون. هذا اللي دائما بتعودوني. ناخذ سعيد. يجعل إن شاء الله يا رب دائما حياتك سعيدة أخو سعيد. آمين يا رب. وياك يا أخت أمينة كيف حالك؟ الحمد لله تمام. وكل اللي يسمعونا قول يا رب. اللهم آمين يا رب كل ما يسمع يا رب العالمين. أول حاجة أمينة أنا مؤمن بحاجة أن الواحد يفعل الخير وزي ما قلت أنه يقط في البحر لأنه ربك ييسر الخير من واسع فضله. يعني أنا ممكن أساعد أشخاص ما يعني ما يردوا لي الخير بس ربنا ممكن يسر لي ناس ثانية بسبب الخير اللي أنا فعلته الآن. صح. يعني أنت سعيد أنت مش مع أن دائما حاول أنك تسوي الخير في موضع لا تسوي في غير موضع. لا أنا أسوي لا الخير وقت ما أنا أكون الخير موجود. صح فعلا فين ما أنا أكون موجود أنا أسوي الخير. ما أنتظر المقابل. يعني أنا ما جاء معلش أخت أمين ما جاء أنا أساعدك في حاجة وإلس منتظر أنك أنت تساعديني أو ما أسوي الخير المصلحة. هو هذا مو هذا يعتبر مصلحة. أنا ساعدتك. لا هي معلش أنت غصب عني. معلش أغلب الناس الفترة الحالية إذا قدم لك خير ينتظر منك إجباري أنك أنت تساعديه أو إذا احتاجك في حاجة وإنت ما يعني مو باستطاعتك أنك تساعديه يرجع يمن عليك يقول لك أنا ساعدتك أنا فعلت لك. بالضبط هذا اللي بيصير. يعني هذه بالنهاية صارت ما هو خير.
صحيح عفية عليك. هذا صارت منا بالضبط. هذا اللي بيتمنن أو إن ما أساعد فلان إلا أنا عارفة بكرة راح أحتاج أو عشان مصلحة ما إني أبي منه أو الشخص هذا أدري إنه محتاج ما أساعده لأن ما لي مصلحة. أنا ما أساعد اللي محتاج هو المعرفة وغير المعرفة. حتى الغريب لما أساعد الغريب إلا ما يشوف الدنيا يعني تدور. صحيح. إذا مرت الأيام تدور وأنا أرجع أطيح في أزمة وأطيح في أحتاج أحد يساعدني وربنا يسخر لي من واسع فضله واسع بعض الكريم أحد يساعدني. أكيد الله أنا كريم. أفتكر أن أنا فعلا سويت خير في يوم من الأيام ورجع لي حتى لو بعد سنين مو شرط أنا أنتظر المقابل في نفس الوقت. صحيح صحيح. شكرا لك أخوي جدا سعيد. أشكرك أختي أمينة على البرنامج. يا هلا فيك شكرا لك. ناخذ ريان أرجوان. شكرا لك يا أرجوان. ناخذ طيب فيصل أخوي. فيصل قاربنا على نهاية البرنامج. فيصل ماكو آخر اتصال نقول ألو. ألو يا هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمينة طول عمرك إن شاء الله. وعمرك عمر المستمعين. ولا أي أمينة. ولا أي منو منو معاي أمينة. منو معاي فهد من جدة. مين فهد ولا أي فهد ولا أي فهد ما شاي يعني نتواصل من الحين خلاص تعطيني جائزة. أكيد إن شاء الله. والله لو في جوائز ما يعطوني إياها يدرون أني رح أوزع. والله من المعجبين يا أختي أمينة اللي يعني أحيانا والله من الصباح أتكيلكم لين الليل مع سلطان برنامج سلاطين لكن الأمور أحيانا كل مشغول والله جانكي. حلو. الحمد لله إن جتني الفرصة إني أتكلم يعني. فهد تسوي الخير تسوي المعروف المصلحة أو تسوي وتقطع بحق. والله شوف أختي عن نفسي الحمد لله ولله الفضل والله اللي وقتي استطيع إني أخدم الأحد لو إنه في الشارع والله أخدم وما دامني ما عندي شيء والله أخدم ولله يعني لله رب العالمين. ما تقول لحظة ما تقول يا فهد لا ما راح أخدم علشان لا أتندم أو ما أجي يوم الأيام ألتجأ لو لا ألاقي. والله قد ما أحاول إني أخدم عشان ألقاها في وجهي قدام بإذن الله ربنا يسرها ويسرها لي. الله اللهم يسر. وبعدين أختي أمينة حابة أقول لك شيء صراحة يعني أنا صح يمكن نسبة يمكن 80% يعني في ناس تخدم والله مصالح بأمانة بالضبط. لكن والله هذا الضغط إيمان مع احترامي الشديد لهم بأمانة يعني. صحيح. وللأسف حتى لو كان في مجموعة من الناس هي اللي بتخلي المعروف أسود أو بتضبب عليه نظل إحنا الناس اللي معدننا نظيف معدننا ذهب نحاول إن القيم هذه تظل موجودة إنها صحيح. ما تندثر. الحياة ما هي كلها مصالح. الحياة نعم. سو خير وقطة بحر لأن أكيد رح الموج يرجع لك يوم من الأيام. هو ده كلامك صحيح أختي أمينة. نعم. والله يوفقك إن شاء الله وأتمنى كل خير. يلا ولا أي شنو ولا أي أمينة تسلم ولا أي فهد. وبكده وصلت معاكم لنهاية حلقتنا لليوم ورح أرد وأقولكم مثل ما قال الشاعر ومن يصنع المعروف لا يعدم جوائزه لا يذهب المعروف بين الله والناس. افعل الخير ولا تتوقف عن فعله حتى ولم يتم تقديره وقتها لأن في يوم من الأيام رح يتم مجازاتك على أفعالك. بكذا وصلت معاكم لنهاية رحلتنا اليوم من برنامج طاقات بلا حدود. إن شاء الله رح يتجد أكيد كل الشكل لكل اللي ساهموا معايا في حلقة اليوم عبر الاسم أسز أو ساهمتم بنشر هذه الإيجابية كل يوم تنشرونها من خلال طبعا صفحتنا بتويتر على @ألفألفFM وأتمينة العبدالله A3M4E. شكرا لكم من القلب شكرا لكم من الأعماق. فعلا أحبكم وأنا جدا فخورة بالشباب والصبايا على تويتر واللي دائما بيمتعوني بآرائهم اللي بكون جدا فخورة وأنا أقراها إن في عندنا نخبة من الصبايا والشباب بهذا التفكير بهذه العقلية اللي نقول شوفوا بناتنا شوفوا شبابنا. أيضا كل الشكر اللي كل اللي بيشاركوني عبر خط هاتفنا وكل الشكر للبطلة فدوى بوقس من خلف الإخراج والهندسة الصوتية. نطروني إن شاء الله يوم الأحد من 9-10 ببرنامجكم برنامج يا دار بعلوم وسوالف دارنا ويرجع جد التواصلي معكم إن شاء الله من خلال البرنامج دقات بلا حدود من الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع بقاتنا البرامجية برامج ألف FM. استانسوا واستمتعوا بالويكند ونرجع إن شاء الله نلتقي يوم الأحد. كنت معكم أمينة العبدالله فمان الله.